تحياتي وأهلا وسهلا فيكم. في كل بطولة تقريبا منشوفها مجمعة أو قارية دائما في مباريات مركز ثالث، إلا في أوروبا لا يوجد هذه المباراة أبدا. آخر مباراة مركز ثالث في اليورو مثلا كانت عام 1980 لما فازت تشيكوسلوفاكيا على إيطاليا بركلات ترجيح 9-8، وما بعد ذلك تبين أن الحضور الجماهيري ضعيف، الاهتمام التسويقي والإعلاني بهذه المباراة معدوم تقريبا، وحتى الإعلام ما بيعاملها بالجدية المطلوبة وكأنها مباراة ودية، وبالتالي أصبحت المباراة غير مهمة غير مؤثرة. اللي بفوز بالمركز الثالث بتكون تعاسته لو كان مرشح لللقب، هي هي لا يشعر بالسعادة ولا التعويض، واللي بفوز بالمركز الرابع يتشعر انه كأنه صاحب المركز الأخير في البطولة حسب وصف بعض الصحفيين آنذاك، وبالتالي أصبح الفريق اللي بوصل نصف نهائي وبيخسر نصف النهائي وبعدين بيخسر الثالث والرابع كأنه أفشل فريق في البطولة، وهو غير دقيق وغير صحيح. وأيضا بظل هذه المباراة اللي أصبحت أجواءها غير مهمة أشبه بالودية، صار ممكن أنه ينعكس سباق هدافي البطولة بسببها، فريق مستسلم وفريق آخر عم بيلعب عادي، فبروح مسجل له 3 أهداف لاعب معين فبيعكس ترتيب الهدافي. هون انتبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقرر ما يضيع وقت وجهد الناس على مباراة بتكون دائما قبل المباراة النهائية وبتكون محبطة للعلم للجماهير اللي بتشوفها هيك لأنه فيها نوع من عدم التنافسية قبل مباراة كبرى، فقرروا أنه يلغوها. هالشي خلى أوروبا بالنهاية بلا مركز ثالث في كل بطولاتها كأمم أوروبا، وأيضا دوري أبطال أوروبا، وأيضا منتخبات الشباب والناشئين والسيدات والرجال. أوروبا قالت لازم كل مباراة تكون مهمة، وللعلم هذا التفكير اللي خلاهم يفرضوا ويخلقوا فكرة دوري الأمم الأوروبية بدل المباريات الودية.